أولادي وبناتي تلاميذ وتلميذات الصف السادس الابتدائي مدرسة الثانوية الخاصة، أهلا بيكم. النهارده هنحل التدريب الثالث، حلينا الأول والثاني وأتمنى تكونوا تابعتوا مع ماما وحليتوه وكانت إجابتكم صح، ونشوف المارك مع ماما بتاعة التدريب. تعالوا نشوف السؤال الأول. السؤال الأول بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة. رقم 1، 5 لترات بتساوي 50 مللي، 500 مللي، 5000 مللي لتر. 5 لترات، انا عارف يا مس ان كل لتر في 1000 مللي لتر، يبقى ال 5 لترات فيهم 5000 مللي لتر. السؤال الثاني بيقول لي مجموعتين، كل مجموعه فيها 8 عناصر. احسبها ازاي؟ ادي 8 زائد 8 ولا 8 في 3 ولا 8 في 4؟ اكيد 8 زائد 8 لانهم مجموعتين وكل مجموعه فيها 8، يبقى 8 زائد 8 وانا عارف اجمع المضاعفات، ان 8 زائد 8 بتساوي 16. احسن. بيقول لي من مضاعفات العدد 3 الاعداد 0 و3 و6 ولا 3 و8 و12 ولا 3 و4 5؟ يا مس انا قلت مضاعفات كاني بنط بالثلاثه، الصفر بعدها ثلاثه سته، بقفز بالثلاثه دي ما تنفعش عشان الثمانيه، صح؟ ثلاثه سته تسعه 12. طيب ودي ما تنفعش عشان ايه؟ عشان الاربعه وعشان الخمسه، مش من مضاعفات العدد ثلاثه. احسن. بعدها بيقول لي 700000 و903. انا لسه عارف ان انا بقسم خمسه الالوف لوحديها والمئات لوحديها، ما دام كلمة 900 آخرها 100 يبقى دي هي أول ثلاث أعداد بتاع المئات، لكن 700000 أدور على فين 700 في الألف؟ أحسن الاختيار اللي في النص، 700000 903 عشان ما عنديش 10. السؤال اللي بعده بيقول لي مساحة المستطيل اللي قدامي وكاتب لي إنه الطول بتاعه والعرض بتاعه 6 سم و 3 سم، وانا عارف ان المساحه بضرب الطول في العرض، ولما اضرب 6 في 3 هتساوي 15 سم مربع، يبقى 6 في 3 بتساوي 18 سم مربع. رقم 6، 70 100 اكبر ولا اصغر ولا تساوي 7000؟ انا قلت هخش كلمه 100 اروح مزوده ايه؟ صفرين. لما اخش كلمة 100 في العدد اللي قدامي عشان ما اتلخبطش، لما يسألني 70 100 أكبر ولا أصغر من أي عدد تاني، أخش كلمة 100 أحط مكانها صفرين صفرين، فلما أخش في ال 100 وأحط صفرين على ال 70 يبقى بتساوي 7000، أتمنى تكونوا بتحلوا معايا. السؤال التاني بيقول لي أجب عما يلي. مع أحمد أربع علب حلوى، في كل علبة سبع قطع، فكم عدد القطع الإجمالي؟ أحمد معاه أربع علب وكل علبة فيها سبع، إزاي أحسب؟ قلت يا إما أعمل عملية جمع متكرر، أجمع السبع أربع مرات، ليه؟ لأن الأربع علب فيهم سبعة، يا إما اختصارا بضرب الأربعة في السبعة تطلع 28 قطع حلوى، ولو عايز تحلها بالمجموعات إني أجيب أربع مجموعات واحط في كل مجموعه سبع قطع واعدهم في الاخر عن طريق الجمع المتكرر هتطلع 28، واهم حاجه التمييز قطعه حلوى. بجيب التمييز منين؟ من الكلمه اللي معرفها لي بعد اي رقم، هي اللي هيحسب عليها زي ما سالني، يبقى 28 قطعه حلوى. احسن. السؤال الثالث بيقول لي اكمل، تعالوا نشوف. بيقول لي اوجد الناتج عن طريق رسم مجموعات من اعمده العشرات. المساله دي كلكم عارفينها وسهله. قلت 4 في 70 عدد العشرات كام؟ 7، في كل مجموعه هرسم 7 مجموعات على كام مجموعه؟ 4، قصدي في كل مجموعه هرسم 7 عشرات على 4 مجموعات، يبقى 4 مجموعات ادي مجموعه 2 3 4، كل مجموعه فيها كام يا ناس؟ 7 عصايات. ليه؟ لان كل عصايه قيمتها ب 10، يبقى عندي الناتج هيطلع معايا، قلت بنزل الصفر واضرب 4 في 7 ب 280، يا اما هعد الاعداد بتاع العصايه دي بال 10، يعني 10 20 30 لحد ما الاقيهم في الاخر عباره عن 280، واتدربنا عليها كتير في الفصل دي وانتوا عارفين. رقم ج، عطيني ساعه قدامك. طبعا احنا عارفين ان دي الساعه بتاعت العقارب وعايز يحولها لي لساعه رقم، قلت بعمل ايه؟
اول حاجه ببص على العقرب الصغير. العقرب الصغير فين؟ ما بين العشرة والحداشر. قلت لما بلاقي العقرب الصغير ما بين رقمين بروح للرقم الاصغر لانه ما وصلش لسه للحداشر، يبقى اللي عندي الساعه تكون عشرة. طب العقرب الكبير فين يا مس؟ عند الستة. وقلت ان الستة دي اللي هي نص الساعة، نص الساعة فيها 30 دقيقة، يبقى الساعة بتاعتي 10:30. والشاطر كمان يكتبها لي بالطريقة الكلامية اللي هي 10:30. بكده اكون حددت معاكم التدريب الاول والتاني والتالت. تابع مع ماما وحلو، وخلي ماما تديك المارك بتاعك، وان شاء الله اشوفكم على خير الترم التاني. مع السلامة.